فضلك ساعة. محمد أمين السديري، مدير مشروع العمل التعاوني للصادرات الحرفية وممثل منظمة إفاشيت رواس باسون في تونس. بالنسبة للتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، نتائج خلينا نقولوا التعاون هذايا في شنو أسهمتوا بالتحديد؟ خاطر شفنا مساعدتكم البرشا حرفيين، ممكن حتى دي بروجي لتطوير عمل الحرفيين حتى على مستوى التصدير لدول ممكن تعيقهم الوصول لها وإيصال المنتوج. كيفاش نجموا تتدخلوا أنتوما بالنسبة للمشروع هذايا لتشجيع حرفي الصناعات التقليدية اللي معترف بهم بالطبيعة من ديوان؟ شكرا. في الحقيقة احنا عنا شراكة مميزة مع ديوان الوطني للصناعات التقليدية، بدأت في 2018 مع قطاع نباتات الطبية والعطرية ومع إطلاق شبكة ويكي بام اللي هي شبكة عنقودية كلوستر مختصة في النباتات الطبية والمستخلصات النباتات الطبية والعطرية. ثم تم تعميم التجربة على ولايات أخرى، سيدي بوزيدو صفاقس في قطاع خشب الزيتون، وقفصة وجابس في قطاع نسيج الجبلي، وثم تم زادة تعميم التجربة هذه على ولايات الكيف والسليانة بالنسبة لقطاعات الخزف. طريقة عمل المشروع وإلى المجالات اللي دخل فيها المشروع تمتد ولا تتمثل في دعم لكل نقاط وإلا لكل مكونات سلاسل قيمة المنتجات الحرفية اللي نختاروهم، بدءا من الولوج إلى المواد الأولية ولا الولوج مستدام إلى المواد الأولية، إلى تحسين جودة المنتجات، إلى وسائل التسويق والتواصل، إلى ربطهم بمشترين دوليين محتملين عن طريق المشاركة في المعارض، وإلى عن طريق دعوة المشترين لتونس، وإلى زاد عن طريق اجتماعات تجارية نكونوهم في طرق التعامل وطرق النقاش مع التجاري مع المشترين الدوليين. قد ثم منتفع إلى حد الآن منذ انطلاق التعاون هذايا والبيدجي اللي وضعتوه انتوما سورتو قداش من التعاون على مستوى الجمهورية الكل؟ مهم برشا انه نذكروا انه المشروع هذا تمويله وزاره الخارجيه الامريكيه، سفاره الولايات المتحده الامريكيه في تونس، بقيمه 5.6 مليون دولار، هي تقريبا 14 مليون دينار تونسي. وشمل الدعم اكثر من 1000 حرفي في الجمهوريه، 500 منهم في قطاع النباتات الطبيه والعطريه. وهذوما بالنسبة حكيت على ماركة، إنه من بين النتائج المثمرة إنه فما ماركة متاع منتج طبيعي معناها للمواد هذي. نعم، يعني من مخرجات العمل متاعنا إطلاق علامة تجارية وهي علامة ويكي بام بالنسبة لقطاع النباتات الطبية والعطرية، وعلامة تجارية لقطاع خشب الزيتون اسمها أولي آرت، أولي آرت، وهي تمكن الحرفيين من تسويق منتجاتهم عبر وسائل عصرية وعبر يعني مظلة تجارية ومظلة زادة مهنية موحدة اللي كنت نذكركم فيها. بالنسبة ل 2022 شنو جديد بإيجاز في البرنامج نتاعك؟ من نتائج وإلا من نجاحات المشروع الكبيرة إنه ساهمنا، ولو يعني تقييم المساهمة بالضبط نجم يكون صعيب، ولكن ساهمنا في تطوير الصادرات الحرفية للولايات المتحدة الأمريكية. فالصادرات هذه ما كانتش تتجاوز مليون دينار في 2010، 1 مليون دينار، واليوم تتجاوز 25.8 مليون دينار. فالعمل الدؤوب على ربط شراكات مع أسواق غير تقليدية لمنتجات الصناعات التقليدية كانت حاجة مهمة برشا. في 2022 باش نواصل على نفس المنهج وباش نكونوا حاضرين أكثر بالقرب من الحرفيين نتاعنا لتحسين وتطوير وسائل عملهم ووسائل التسويق خاصة المتاحة لهم بغرض الولوج إلى أسواق جديدة وتكبير وإلا يعني دعم الصادرات نتاعهم. يعطيك الصحة.